اهلا بكم مع مهند من اكسيد فرع وكالة البرير في الكورنيش. اليوم هوري لكم سيارة هي الفي اكس موديل 25 الفيس ليفت. الفي اكس اللي قدامنا دي طبعا هي تعتبر رقم 2 من اكسيد. نشوف الداخلية بتنزل بلون بني غامق. الشاشة طبعا كاملة واصلة من عند السائق حتى الراكب. تبريد وتسخين في الكراسي، المساج عند الراكب، فتحة السقف البانوراما، الكاميرات ال 360، شحن لاسلكي للتليفون 2، دخول ذكي على الابواب، الجير ورا الستيرنج ورا السكان، الجير طبعا اللي هو العلاج، تشغيل عن بعد. ده شكل السيارة من الخلف. نشوف من الداخل. السيارة بتنزل 4 سلندر طبعا توربو 2000 سي سي. ذاكرة للوضع السايق. الإضاءة ال اي دي كاملة. سيارة اول ويل درايف. ده شكل الشاشة وهي شغالة. ده شكل السيت. السماعات طبعا في الهيد ريست عند السايق. نشوف الخلفية كمان. ده شكل التحكم في المكيف، الشاشة الخلفية، كرسي السايق فيه مساج، كرسي الراكب فيه مساج مش السايق معلش. تمام. المكيف عند كل الركاب، اير باجز عند كل الركاب، سبويلر مشدات على السقف، الدبه الاوتوماتيك. السياره التورك تبعها زي ما انتم شايفين 400 تورك. ده حجم الدبه الخلفيه. هي 7 ركاب كاملين كبار يقدروا يقعدوا براحتهم في كل مكان، ويفضل عندك مساحه كبيره للدبه الخلفيه من اول هنا لحد هنا. تحت هنا طبعا دي تولز تبعها طبعا، وهنا سابوفر عشان الساوند سيستم بيجي من سوني، والدبه الاوتوماتيك. تعالوا نشغلها ونشوف من الداخل كيف هيكون شكل العداد. ده شكل الشاشه ما شاء الله، حجمها زي ما انتم شايفين. زر التشغيل هنا. ده شكل العداد. ده شكله وحجم الشاشة. شوف هنا فيها تهوية في الكونسول، تهوية في السدة. هو مثبت السرعة، العداد الديجيتال زي ما انتم شايفين، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو كله وايرلس. شكل الشاشه بتاعتنا ابل كار بلاي واندرويد اوتو. تمام. فيها اميت لايت، تقدر تتحكم في الاضاءه لتابلو السياره كامل. ده شكلها مره تانية. السياره دي عليها اوفر حاليا، سعرها 157,000 شامله تامين وتسجيل ومخفي وضمان 7 سنوات او 200,000 كيلو، ومساعدة على الطريق 7 سنوات او 200,000 كيلو، واربع سنوات او 80,000 كيلو سيرفيس، والسيرفيس بيتم كل 10,000 كيلو. في انتظار اتصالاتكم 050-516-3525. مهند من اكسيد الغرير، واهلا بكم.